بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر منكم عن هذا الفاصل، لكن نعقب على كلام شيخنا جزاه الله خيرا على اليقين على أعمال الدين، أعمال الدين التي بها يرتقي الإنسان في دنياه وفي آخرته. ومن هذه الأعمال الذي خصها يعني شيخنا بالإسهاب فيها الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق يعني ليس بالشيء الهين، فهو يعني شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يتقرب به الفرد إلى ما عند الله سبحانه وتعالى بزيادة رصيده في الدنيا وفي الآخرة. فكما ذكرنا الشيخ بعض من القصص التي أنفق فيها الناس، وبذلك أخلفهم الله سبحانه وتعالى بأضعاف أضعاف ما أنفقوه في هذه الحياة الدنيا. وأيضا يعني وثمرة هذا الإنفاق بأن يجعل الإنسان يعني هذه الدنيا مزرعة للدار الآخرة، بأن يستخرم هذه الدنيا في ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أنه كما ذكر الشيخ أن هذا كله إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الرزق الذي أنت تصدقت به لوجه الله إنما هو أيضا من الله سبحانه وتعالى. فكم يعني أنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمته وبتفضله علي أكملت في هذه المراكز ما يقارب السنة الرابعة بفضل الله سبحانه وتعالى. ورأينا يعني خيرة هذه المراكز وخيرة ما تجلبه لنا من منفعة. فقبل هذه قبل ما دخلت هذه المراكز كنت مقصرا في كثير من الأشياء فيما يتعلق في ديني وفي دنياي وفي يعني المنهج الدراسي وإلى آخره من الأشياء، لكن دخولي في هذا المركز أصبح كتغيير لي في حياتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله زادا لي في آخرتي بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه المراكز فيها الخير الكثير، فما بالك إذا كان لهذه المراكز يعني دعم مادي متواصل، فكم ستخرج من هذه الثلة من الطلاب، وكم ستنفع هذه البلدة بالذات، وكم ستنفع يعني بلدتنا الطيبة عمان، وإن شاء الله يعني إلى خارج هذه البلد بإذن الله سبحانه وتعالى. فكما تعلمون يعني الطلاب تقسموا في هذا الشهر الفضيل لصلوات التراويح في يعني عدة مساجد في ولاية سمايل، وهذا كله إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى وجهد يعني هؤلاء يعني المشرفون القائمون على هذه المراكز. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الأجر الكبير، وأن ينفعنا بما عندهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أحسنتم وبارك الله فيكم.